السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ابراهيم مازر، يعني وين بعد ما نقولوا بعد صراع مع الاتحاد الالماني الفيفا يؤهل ابراهيم مازر رسميا للعب مع المنتخب الجزائري، وهذه اكدناها راي في سيمانه ولا اكدناها، قلنا يا ودي سي بون صحيح. الناس اللي خرجوا واحد كيما داك 06 هذاك بو لحيا هذاك الكذاب هذاك مسيلمه الكذاب قال لهم ميس بغى يدير ميساج للعائله تاع ابراهيم مازر باش اللعاب ما يجيش، خاطر هذا خسر لهم حسابات، كانوا غادي يخرجوا ويرام اللعابه اللي قالوا لهم جايين، ويرام هم جايين اللعابه، شو راه جاي هذا راه جاي داك اكلي واش راه جاي شرقي راه جاي شياخه كاع راهم جايين اجيبو خلفه لي لونترينر تاعكم ما بغاش يجيبو من قبل اجي هم قاع جايين هادو هادو قام جاي يعني ما تخافوش راهم جايينكم ايا قعدوا اي انت كيما انت مسيلم الكذاب قعد تشكم كي ما زاي ماركي بنت انت قعد تشكم قولوا لي يا قعد تشكم وكي نلعبو بارتيه وتكمل البارتيه موراها يا مسيلمة كذا تا وذاك بو كلبه وكلش اللي كنتو تعايروا في لونترينر وتعايروا في اللعابه هيا خرجوا وضربوا الشيتا مليح ضربوا الشيتا مليح ونبحوا مليح نبحه شابه نبحوا نبحه شابه قولوا باللي لعبنا مليح خاطش ما عندكمش ذا تنقلبوا نورمال انا ليش عم خطر الناس كان يقول لك اودي روح راه شهدر قولوا ديما هذوك ينقلبوا هذوك غير قضيه تاع قناه برك قضية تاع مشاهدة كيما نهار اللي ربحنا في ليبيريا ما يخرجوش فم فم يهضروا قعدوا يشوفوا وين راهي رايحة وين راهي رايحة ومن بعد خرجوا داروا دي فيديو قال لك يا ودي لعبوا مليح وتبعوا اه لعبوا مليح كيما نهار داك هذاك مسيلمة الكذاب 06 ربحنا في اوغندا قال لهم بوم بالرحمة ينقذنا الغد ما شاء الله قال لهم شرينا الماتش شو ما عندهم شي خاطش يتبعوا يتبعوا كيما نهار لونترينر نهار اللي راح خرجنا اللي خسرنا موريتانيا خرج يعاير في لونترينر وقلنا منا 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 ومن بعد غدوة صرا صاب الهيشر مازال مهيشرين خرج ولا معاهم ولا يدير لهم كيما لازم يولي ولازم من ولازم هذه هي المهم وليد صادي راه يخدم وين اكدت مصادر ان النجم نادي هيرتا برلين الالماني ابراهيم مازر تم تأهيله رسميا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تمثيل المنتخب الجزائري الأول بعد صراع بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونظيره الألماني بخصوص عملية تأهيل النجم الواعد وتسريع عملية تغيير جنسيته بصفة سريعة ما استدعى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وكانت مصادر يعني موثوقة كشفت قبل أيام أن الاتحاد الجزائري بقيادة وليد صادي قد أنهى جميع إجراءات الإدارية والقانونية لتغيير جنسيته الرياضية إبراهيم مازر وتم إرسال ملفه إلى الفيفا، لكن الاتحاد الألماني لكرة القدم حاول عرقلة هذه العملية والضغط على اللاعب اليافع، ويبلغ إبراهيم مازر من العمر 18 عام ولد في برلين من والد جزائري وأم فيتنامية، أي أنه يمكنه اللعب مع 3 منتخبات مختلفة الجزائر فيتنام ألمانيا بحكم أنه ولد هناك ولعب مازر مع المنتخبات الألمانية السنية، لكنه استقر على تمثيل الجزائر من قناعة ولم يتردد في الإعلان عن موقفه خلال اجتماعه رفقة والده مع يعني رئيس النادي رئيس الاتحادية ووالد صادي والمدرب لكرة القدم في قبل أسبوعين وقيلة. قلت لكم نهار اللي اجتمعوا قلت لكم عليها يعني اجتمعوا وزيد وهذه الاثنين ونهار ثلاثة الاثنين اللي فات والثلاثة راهم اجتمعوا مع رايان شرقي واجتمعوا مع أكلي واش واجتمعوا مع يعني الأربعة اجتمعوا مع الآخر مع الشيخة أيا ودر كان يدخل لونترينر يدخل الجزائر صحيح ما بقالوش يدخل الجزائر يوجد بالك غدوة بالك اليوم بالك ما تجيبش وين يدخل ما تجيش تعرف وين يدخل هذه هي ايا وخرجوا ديروا هاي لا لا قولوا كيفاه مين جا ما كان لا اعلام لا والو هذاك الاعلام اللي كان يروح للمطار
هذا كانوا يديروا بهم الشعبويه خالصين يعيطوا لهم الو لونترينر راه جاي يروحوا يجروا. قال لك كيفاه كانوا كنتوا تبكروا على 5 تاع الصباح كانوا الاعلام يبكر هذوك هما كانوا يعطوهم ترامب باش يروح يديروا الشعبويه برك يطرحوا عليه اسئله في طوي يرد في طوي يدير بها الشعبويه هذا مكان مام هو كان يبغي لصالح. خطرة كنا رايحين بين نلعبوا كونت النيجر في تونس دار ندوه صحفيه في الليل الغدوه ان شاء الله صاب الصحافه راح عندهم اي دلك اي التليفونات ميصونوا جاري انا قالها لي انا هدرتها فما في وقتها قالها لي اعلامي قال لي مي جاي قال لك ما صاو خرجوا التليفونات ما صاو تي 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 قال لي جاوب قال لهم اي ما نهدرش راح انت درت ندوه صحفيه الغدوه ان شاء الله شبيت تزيد تهدر معاهم انت درت ندوه صحفيه صايك راك رايح دابا الله يسهل عليك هذه هي ناس تهدر كونترينار تاع الشعبويه وصايك كان كيجي لونترينار هذا لونترينار راه يجي الصحافه ما كانش يقول لهم روحوا ما كانش يقول لك ما كانش كانوا من قبل كانوا يروحوا كانوا والصحافه ويخرجوا هذا الهيشر يغلطوا في الناس يقول لهم هاك او ما كنتوش ضربك ماركوش تروحوا ديروا لي ضغوطات اللي يهدر لك اللي يخلي لك واش هدر مدرب على الطريقه الفنيه او اللعب وكلش ومن بعد يروح يهدر لك على ميكرو كاين اللي يهدر لك على قمجه كاين اللي يهدر لك على تريكو كاين اللي يهدر لك على سيرفات هنا خويا هنايا اديهم للطواليت خير انا نقول يعني ونعاود نولو وين تبعت يعني وتابع المصادر تؤكد على ان عمليه تاهيل ابراهيم مازا لم تكن سهله وشهدت محاولات اتحاد الالماني لكره القدم عرقلت عمليه والضغط على النجم نادي هيرتا برلين حتى تدفعه للتراجع عن موقفه والاستقرار على البقاء مع المنتخب المانيا لكن النجم الجزائري الشاب رفض الرضوخ لتلك الضغوطات وتمسك بموقفه رغم ضغط اداره الفريق ومدربه في المنتخب المانيا تحت 20 عام واوضحت المصادر نفسها بان الاتحاد الالماني تماطل ورفض ارسال الوثيقه المتعلقه بمشوار مازا في المنتخب الالماني للشباب يعني ضروريه في ملف تغيير جنسيته الرياضيه رغم خطابات الاتحاد الجزائري لكره القدم قبل ان يتدخل الاتحاد الدولي لكره القدم والذي رسل يعني وين شعلنا وين يعني وين رسل الاتحاد الالماني من اجل الحصول على هذه الوثيقه عليك بالسيف اللي بيحطوها علي بالسيف اليوم. وبعد خطاب الفيفا اضطر الاتحاد الالماني الى التزام بخطواته القانونيه في هذا الملف الامر الذي شرع يعني صرع عمليه تاهيل ابراهيم مازا وما وعن موعد انضمام الرسمي ابراهيم مازا المنتخب الجزائري كشفت مصادر ان استدعاء اللاعب الى معسكر الشهر المقبل يعني استعداد لمواجهه طوغو ذهاب واياب في تصفيات كاس العالم كاس امم افريقيا قد لا يكون ممكن بسبب نهايه الاجل القانوني لارسال دعوات اللاعبين الى انديتهم وبما ان معسكر الخوض المقبل مبرمج في الفتره من 7 الى 15 أكتوبر إن آخر أجل إرسال دعوات للاعبين للتواجد ضمن قائمة الموسعة كان يوم 22 يعني 15 قبل انطلاق المعسكر 15 يوم قبل انطلاق المعسكر يعني القانونية لما يعني لأنه لم يكن مؤهل رسميا بعد تمثيل بعد لتمثيل الجزائر وحتى في حال قام الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتوجيه الدعوة إلى إبراهيم مازا خلال هذه الأيام فإنه يحق للنادي هيرتا برلين عدم تسريح نجمه الواعد لأن استدعاء جاء خارج أجل القانوني والتي يحدده الاتحاد الدولي لكرة القدم ربما يكون ربما يرسلهم يكون يعني ما كاش مشكل هذه هي أخويا على هذيك نقولوا باللي اللاعبين هذا اللاعب هذا ان شاء الله بربي يكون مع المنتخب الوطني يعني صايك المهم راه مع المنتخب الوطني الجزائري هذه هايو
كلش على ربي ان شاء الله. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.